السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج البيت. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب. أنا النهاردة في حلقة استثنائية مكان زميلتي مروة، وهي تكون معاكم إن شاء الله في أقرب وقت. موضوعنا النهاردة كلنا تقريبا بنتابع السوشيال ميديا وترندات السوشيال ميديا، لكن ان الوضع يوصل لهوس والناس تفتعل مشكله او تختلق ازمه عشان تعمل ترند دون معايير ولا اخلاق ولا بتلتفت لاي حاجه من دول خالص، لا دي بتوصل لترويع امنين وصارت بلبله وقلق عند ناس كتير. يا ترى ليه وصلنا لكده؟ ايه حرمته؟ ده كل التفاصيل اللي هنناقشها النهارده مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، فضيله الدكتور يسري عزام امام جامع عبر من العاص. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ومعانا كمان الدكتوره نهى السن المتخصصه في علم الاجتماع. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك استاذه زينب، مساء سعيد. دكتور، هو في حاجه اصلا اسمها ترند حلال وترند حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بداية، الموضوع مهم جدا ويتلخص في قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان واداله العقل، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. طريق الخير هيودي للجنة، طريق الشر هيودي للنار، وبئس القرار. نعم. حضرتك بتقولي هو في ترند حلال وترند حرام؟ في ترند حلال وترند حرام. يعني ايه ترند حلال وترند حرام؟ هو في هوس عند الناس حاليا على السوشيال ميديا، عايز يعمل اي حاجة عشان نسبة المشاهدات، نسبة الاعجابات، نسبة كذا، عشان الارباح اللي بتجيله بعد كده. طيب الحاجة اللي انا هنشرها دي هل هترضي ربنا؟ لو هترضي ربنا تبقى حلال، طب هتغضب ربنا تبقى حرام. ربنا سبحانه وتعالى ادى للانسان نعمة العقل عشان يختار ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وايه اللي يغضب ربنا. سيدنا النبي يقول في الحديث: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كلمة فيرفعه الله بها درجات في الجنة، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. الترند الحرام ده حصل أيام النبي ونزل فيه قرآن. حصل أيام النبي؟ يعني الترند ده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قديم، موضوع قديم مش جديد. بعض الناس هيقول، بس ما كانش اسمه ترند يعني، طبعا اللي هي إشاعة الشائعة، إشاعة الفوضى، كلام دون أن يتأكد الإنسان. واحد اسمه سيدنا صفوان بن المعطل، صحابي، في غزوة ذات المريسيع كان مع السيدة عائشة. السيدة عائشة فقدت العقد بتاعها، فتأخر صفوان حتى اطمأن على السيدة عائشة. رآهم واحد من المنافقين، أبي اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، في عبد الله بن عبد الله، ده مؤمن، أبوه كان زعيم المنافقين في المدينة، فبدأ يروج للأمر، عايز ياخد ترند بالأمر ده. بدأ يتكلم، مين اللي اتكلم فيه تاني؟ حمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش دي أخت السيدة زينب بنت جحش، وتبقى بنت عمة النبي، وحسان بن ثابت شاعر النبي. فيقوم ينزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. صفحة كاملة في سورة النور تبرئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معهم موقف، زي ما الترند اللي حصل مؤخرا بتاع العريس بتاع الدقهلية، الحكومة والمباحث أخذت معاه موقف. ليه؟ عشان يبقى عبرة. هو روع آمنين، ده قلق الناس، عريس بيتخطف أو أيا كان بقى الموقف طبعا. فأنت عملت حالة من القلق
وأثرت بلبلة مش محمودة. صحيح. ده الترند الحرام يا دكتور. ده الترند الحرام. أنت بتعمل أشياء عشان الناس تتكلم عنها وتشاهدها وتقول وكذا وكذا. النبي نهى عن هذا الأمر. لما بيسألوه يا رسول الله من نجاه؟ إيه الحاجة اللي تنجيني؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. احنا عاوزين نشوف بقى الناس ليه بتعمل كده يا دكتور؟ ليه وصلنا لمرحلة الهوس؟ إيه اللي يخليني أعمل حاجة سواء بقى أركب على موجة الترند سواء حلال أو حرام واخد شهرة واكسب فلوس؟ ليه وصلنا للمرحلة دي من الهوس اللي ممكن يضر في حالات كتير؟ عشان نعرف ليه الناس بتعمل كده بدافع غرستين مهمين جدا، هما الشهرة، حب الشهرة وحب المال، ودول غرستين لهم قوة عن نفس البشرية. الشهرة عايز يتشاف ويتقل ويتشاور عليه ويتعرف، والمال عايز يجني أكبر عدد من الأموال، وشئنا أم أبينا المجتمع أصبح مادي. يعمل إيه؟ يبدأ يعرض حياته الشخصية على السوشيال ميديا مثلا، ده شكل من أشكال الناس اللي بتظهر على السوشيال ميديا. يبدأ يعرض تفاصيل حياته، بيأكل إيه وعمل تشيك إن فين، وحياته الشخصيه بما فيهم المشكلات الاسريه والمشكلات الزوجيه وشكل بيته وبندخل للبيت كمان، بتدخل للبيت وبتدخلي في تفاصيل كتيره جدا يقولوا عليها بالمصطلح الشعبي كده بينشر غسيله او بيبقى تحت مصطلح اسمه الروتين اليومي. فيبدا يعرض في حياته. جامعه هارفارد عملت دراسه على الناس اللي بتعرض حياتها على السوشيال ميديا، لقوا بالبساطه كده ان في اماكن في المخ بتنور زيها زي ما يكون واحد واخد جرعه كوكايين. ففكره عرض على السوشيال ميديا حياته الشخصيه والناس تعمل اعجاب ولايك وكومنت ويبدا يحقق ذاته بالشكل ده، ده بدا يبقى يستجدي او يلاقي متعه عند البعض. طيب دكتور، اوقات بنلاقي الناس كمان الاطفال يعني فتره المراهقه والعيال اللي في المدرسه بيركبوا ترند، هم مش عارفين ده ترند بقى يا دكتور حلال ولا حرام اصلا، يعني هم ما وصلوش للمرحله دي، بس هو بيقلد تقليد اعمى. ده ليه مسمى في علم الاجتماع؟ ده ليه معنى او مصطلح؟ ما هو في ضغط مجتمعي، في ايه الناس اللي هي ايه عقل جمعي كده، ان هم عايزين الشهره وعايزين المال، بيبقوا عارفين ان هم برضو بيعملوا حاجه عايزين يظهروا بيها، وبتلاقي لهم محاولات كتير. وبعدين يعني جت محاوله نجحت. بالظبط، فجت محاوله من المحاولات نجحت ان هي سمعت وبقى الترند. ما هو الترند بيكون موقف عادي بيتصور وبعدين انتشر او اشتهر او سمع مع الناس. دكتور يسري، الدكتورة نهى قالت نقطة حلوة جدا ومهمة وفي غاية الخطورة، الخصوصية بتاع البيت. احنا دلوقتي بقينا داخلين في البيوت، في بيوت بعض بمعنى الكلمة، شايفين بياكل ازاي، بيلبس ازاي، رايح فين الصبح، رايح فين بالليل، ولاده حتى جابوا هدوم منين، يعني عارفين تقريبا كل التفاصيل، عارفين نوع عربيته، يعني ادق التفاصيل. اللي زمان يقول لك انا مقفول عليا بابي، ما حدش يعرف عني حاجه، لا باكل ايه ولا بشرب ايه. دلوقتي الموضوع اختلف. عاوز اعرف انتهاك خصوصيه الاسره مدى حرمانتها. طبعا لها حرمه في الاسلام، حتى كان شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه يعني يوصي العريس والعروسه حتى من يوم الزفاف، يقول لهم ما هو خلف الاعتاب لا يتعدى الباب. مظبوط، اللي وراء اعتاب البيوت لا تتعدى باب البيت. حدش يعرف عنه حاجه. طبعا. لان كل بيت وله اسره، وسيدنا النبي لما يقول لنا في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. خدي بال حضرتك ان اللي هينشر خارج البيت ده نهى عنه الاسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لازم البيوت يبقى ليها خصوصيه، مش كل حاجة تنشر، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضر أهله. بمعنى إيه؟ مثلا ممكن يكون حاجة داخل البيوت والزوجة مخبيها عن أهلها، ده أولى وده أفضل، عشان لا توغر صدر أبوها وأمها من زوجها. حتى في الأمور العادية، التعاملات العادية في البيوت، لازم يبقى في أمر من السرية، أمر من الكتمان، لا يتعدى باب البيت. عشان إيه؟ عشان كل بيت له حرمة، وما نشيلش النفوس من بعض. طبعا، يعني أنا جوزي في يوم من الأيام في ساعة من الساعة لازم هتصالح معي، بس أهلي هيفضلوا فاكرين الموقف الفلاني اللي هو ممكن يكون عمل فيه مشكلة. شوفي أنا حضرتك، ما أقولش بقى المواضيع دي. شوفي حضرتك، القرآن الكريم يعني حللنا المشكلة دي كلها وقال إيه؟
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة ستر وغطى على زوجها، والزوج ستر وغطى على زوجته. الأمر لا يتعدى البيت عشان الخصوصية بتاع البيوت، ده الأفضل وده النجاة في الوضع اللي احنا فيه. نعم. أروح لمشكلة تانية حضرتك لفت نظري ليها دكتور، وهي فكرة أنا عايز الناس تشوفني، أنا عايز الناس تعرفني. هو احنا بقينا في مرحلة عاوزين استعطاف المجتمع، عاوزين استعطاف الناس اللي حوالينا؟ هو أنا لما أطلع على السوشيال ميديا عشان أركب ترند وعيط، هل أنا مفتقدة حاجة معينة بدور فيها في عيون اللي حواليا؟ ده الدافع النفسي التالت بقى. احنا قلنا حب الشهرة والمال، ده الدافع النفسي التالت اللي هو ايه؟ عايز، عنده جوع عاطفي. نتيجة بقى ايه؟ نتيجة ضعف الحميمية اللي بقت بين الناس وبين بعضها، حتى داخل الأسرة الواحدة بقى في ضعف حميمية، وبالتالي بيحسوا بوحدة، وحدة شديدة كمان. يعمل ايه؟ يهرب للعالم الافتراضي اللي هو على السوشيال ميديا، يبدأ يتفاعل بقى حيث اللايكات والكومنت، وبعدين يلاقي نفسه بقى هو بيعرض مشكلته، بيلاقي الناس بتتعاطف معاه وبتتجاوب معاه، وفي البعض منهم بيروح تحت اسم فيك او مستعار، فيبدا يعرض كل ما يجول في صدره بمنتهى الاريحيه، مفيش حد عارف عنه حاجه، وبيتكلم وبيعبر عن نفسه حلو جدا ومن غير ما يتعرف او يتشاف بالنسبه للي حواليه، او حتى لو بيعبر باسمه الشخصي او بيعبر بحياته الشخصيه، هو يعني مستمتع ان هو لما بيعبر بيتسمع وبيتشاف، فهنا بيروح للجوع والحرمان العاطفي. ده المشكله ان ده بيزود وحدته. ليه؟ لان التفاعلات الاجتماعيه لها وظيفه. يعني ايه؟ لو تفتكري بدايه مثلا حياتنا واحنا اطفال، او تفتكري اول سنه جواز، تلاقيها اكتر سنه كان فيها مشاكل، واكتر سنه واحنا اطفال كان في دايما خلافات. لكن بنعمل ايه بعد كده؟ بنطبع على طباع بعض. يعني ببدا اعرف حدودي وحدود حضرتك، ايه اللي بيعجبك او ايه اللي بيريحك وايه اللي بيضايقك، فنبدا من خلال التفاعلات الاجتماعيه دي نقدر ان احنا نتواصل بدون مشاكل. لما انا بنعزل بقى وبروح ابقى عايشه في عالم افتراضي على السوشيال ميديا، صحيح ببقى مبسوطه بالتفاعلات دي، ولكن ده بيزيد العزله والوحده، لان لما برجع اروح للحياه الواقعيه تاني بصطدم. ما هو انا اتغيرت افكاري وارائي ومبادئي ومعتقداتي على السوشيال ميديا، اجي اروح اتفاعل تفاعل طبيعي، انا ما طبعتش على اللي قدامي. التفاعل الطبيعي فقد وظيفته لانه مش موجود، فبتحصل هنا الصدمه، بنرجع تاني لمين؟ للعالم الافتراضي تاني، ويبقى بقى الوحده هنا اختياريه. هو مش عايز يتفاعل تفاعلات اجتماعيه، وعايز يروح للوحده والعزله، انه يفضل طول النهار على السوشيال ميديا. طبعا ده ليه اضرار ويعني جوانب سلبيه كبيره. استاذن حضراتكم نخرج الى فاصل سريع ونرجع نكمل مره تانيه مع حضراتكم.
برحب بحضراتكم مره ثانيه، واستاذن دكتور يسري والدكتوره نهى كاميرا البرنامج نزرت الشارع وسالنا الناس عن مدى متابعتهم واهتمامهم بالترند، وهل ده كان ليه تاثير سلبي ولا ايجابي في حياتهم الشخصيه؟ تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل حلقتنا. اجابات الترند لو يعني في اتجاهين، لا هو اكيد على حسب الترند، يعني لو ترند مفيد يفيد الناس اكيد هبقى معاه. يعني جيل بيطلع عليهم ان هي ممكن تكون حاجه مش كويسه كله يقلدها، ممكن اطفال يعملوها بغير ما يعرفوا. المقاطع اللي بنشوفها والكلام اللي بينزل ترند على تيك توك والبرامج اللي هي الموجوده دي، فانا يعني شايف ان هي مش حاجات مش كويسه. يعني في حاجات ممكن ما تكونش حقيقه بتنتشر بطريقه غريبه جدا وبتشوه سمعه ناس. ليه ايجابيات لو حاجه هتنفع الناس؟ يعني احنا بنقلد الترند ده باسلوب غلط. لو ترند بيشير لحاجه كويسه فدي بتبقى يعني ايه من مصلحه السوشيال ميديا نفسها، ان هي بترفع ثقافه الشخص اللي قاعد على السوشيال ميديا نفسها. لو في ايجابيات، لو في نموذج حلو احنا هنقلده وهنعمله، بس ممكن برضو النموذج الحلو يتقلد بطريقه مش حلوه. ساعات بتبقى حاجه كويسه وساعات بتبقى حاجه وحشه. العيال الصغيره بتاخدها انه اي حاجه بتطلع ترند بتتفرج عليها بتشوفها خلاص عايزه تقلدها. لا مش مع الترندات. لما حد بيكون بيعمل حاجه كويسه وكل الناس بتشوفه وتتعلم منه، ملهوش اي ايجابيات خالص خالص خالص. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وسمعنا آراء مختلفة، وبس في الآخر الحمد لله في وعي والناس فاهمة الترند الصح من الترند الغلط. نروح لدكتور يسري. دكتور هنا بقى نوصل لنقطة مهمة جدا، يقول لك يا مولانا يا دكتور يسري مش ربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث؟ طب ما أنا بقول النعمة اللي عندي، أنا ربنا كرمني ليه ما أقولش؟ جميل. هو شوفي، أما بنعمة ربك فحدث، هرد عليها بالمقولة كل ذي نعمة محسود. والحسد عندنا نوعين، في حسد محمود وحسد مذموم. موضوع الترند ده حسد مذموم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو آتاه الله القرآن فهو يعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الحسد المحمود حسد الغبطة، واحد ربنا اداله القرآن بيقرأه أناء الليل وأطراف النهار، ده أقول يا رب أكون زيه. النوع الثاني واحد ربنا اداله مال بيتصدق به. إنما الحسد المذموم بقى اللي النبي نهى عنه، اللي هو العين حق، إن واحد ما كانش لاقي ياكل وفجأة ركب عربية ايه وفيلا ايه والدنيا بقت في حتة تانية، الناس هتقول ايه؟ انا عايز ابقى زيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا ننظر الى من هو فوقنا. لا ينظر احدكم الى من فوقه، ولكن ينظر الى من دونه، فانه احرى الا يزدري نعمة الله عليه. الحسد ده مصيبة، فالانسان ياخد باله. كل ذي نعمة محسود، وعندنا الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم أو إنجاح حوائجكم بالكتمان. صح. كل ما الإنسان ما يكتم كل ما ربنا يقضي له الحاجة بتاعته والأمور تمشي فيها. إنما إن أنا أطلع على الفيسبوك أو أعمل مقطع فيديو أقول أنا عملت كذا وبقيت الناس كلها هتقلدني، طيب ما هو التقليد ده، شوفي خدي بال حضرتك من حاجة مهمة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إحنا بقينا بنقلد فلان أنا هعمل زيه، فلان أنا هقلده، فلان عمل مسابقة في الأكل هو وزوجته هعمل زيه. لا، إحنا نعمل مسابقة في الحاجات اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. لا تخرج من فيك إلا ما يرضي الله عنك. صح. مش أي حاجة نقولها، مش أي حاجة نعملها. وبالمناسبة فيه برضو عشان نكون منصفين، في بنشوف ترندات مسابقات قرآنية، عائلات كده مع بعض، أسئلة دينية أسئلة قرآنية، اللي بيكسب بيدروا جايزة. فالمهم الموضوع برضو بيكون مشجع جدا، يعني اجتماعيا ودينيا، وحاجة قد إيه محترمة. شوفي حضرتك، أنا حصل معايا موقف، كنت في يوم بدي محاضرة وقلت دعاء، الدعاء ده عمل ترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بقول اللي عايز يحج يقول كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟
الدعاء ده يعني وصل للعالمين. ده ترند حلال يا دكتور. ده حلال. ما انت بتدل الناس على خير. طب نقوله تاني برضو عشان الناس تدعو ونبقى ترند كل شوية بالخير. كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ إنسان يقول الدعوة دي وبعدين يدعي ربنا الله. أن ربنا يسر له الحج ويرزقه الوقوف بعرفة، لدرجة أن الناس بتقابلني في عرفة وفي منى وفي مكة، إحنا قلنا الدعاء وجينا نحج الله. الدعاء أنا قلته مثلا من 4-5 سنوات، كل سنة قبل الحج بينتشر مرة تانية. فدي حاجة أنا هاخد بيها ثواب طبعا. أنا دليت الناس على حاجة ذكر لله سبحانه وتعالى. طب اللي هيدل الناس على حاجة تانية سيئة يأخذ وزرها. طب لو مات لو مات الإنسان ده الوزر يزيد والسيئة تزداد، لأنه هو طالما أنه هو عمل حاجة سيئة في الناس وفي المجتمع يعاقب عليها بين يدي الله سبحانه. طب أنا عايز أروح لقصة الترند دعاء الحج دي مرة تانية، لأنها حاجة مشرفة وحاجة حلوة جدا، ويا رب كلنا وأستاذ المشاهدين يكتب لنا الحج. جات إزاي القصة؟ جات إزاي يا دكتور يوسف القصة؟ أنا كنت حد من المشايخ علمني الدعاء ده زمان. فالدعاء بقوله يعني في الأوساط أو في حضرتك المجتمعات. مش قاصد بيه حاجة خالص أبداً عادي. أنا كنت بدي محاضرة فقاعد بدي المحاضرة والناس قاعدة قدامي، قلت لهم أنا حد من الصالحين علمني دعاء، اللي يقولوا عايز يحج ربنا يرزقه الحج قولوا الدعاء معايا. فرددوه الناس. بعض الإخوة خدوا الدعاء ده قطعوه مقاطع وبدأوا ينزلوه على التيك توك على الفيسبوك على اليوتيوب. انتشر، عمل رواج كبير جدا. طب الحمد لله. لدرجة حضرتك أنا بقابل ناس في الحرم غير مصريين، من روسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا، يقول لي كريم رسول الله. يعني هو ربط الله الدعاء الله بشكل الشيخ اللي قال الدعاء. فسبحان الله ربنا جعل له القبول. احنا عايزين كده، عايزين الحاجة اللي أقولها ترضي ربنا عني سبحانه وتعالى. أو ممكن أحصل فلوس، طب الفلوس دي هتروح فين؟ الفلوس دي هسيبها وامشي. ما هو الإنسان بيعيش في الدنيا معاه 3 حاجات وهتحسب عليها كلها. طبعاً. طبعاً. يعني الدكتورة في البداية ربنا يجزيها خير يا رب، قالت إن هو عايز حاجة من الترند، حاجة من 2، الشهرة والمال. أو المال. طب المال ده بعد ما أجمع المال أنا هعمل إيه في المال؟ هسيبه. إنسان بيعيش في الدنيا معاه 3 حاجات، المال والأهل والعمل. إذا مات الإنسان بيسيب المال في البيت قبل ما يخرج، بيصلوا عليه الأهل وعند القبر بيرجعوا، بيدخل معاه القبر إيه؟ العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. دكتور حضرتك برضو في التقرير اللي شفناه من شوية، أوقات الترند بيبقى حلوة قوي بس أجي أقلده أبوظ الترند. يعني أوقات بيبقى مفيد، أوقات بيبقى خير، أوقات بيبقى حلال، بس أنا لما أجي أطبقه بقى ببوظه. فكرة بقى التقليد، أنا لو شفت حاجة مفيدة أعملها صح إزاي؟ لو شفت حاجة مفيدة أنا غرضي منها إيه؟ هو اللي عمل الترند الأول ده كان ليه هدف، وهو ده اللي خلاه يوصل لترند، فهو غرضه منه إيه؟ هو بيقلده ليه؟ عشان يعني صوت بس، ولا بيقلده علشان خاطر عايز ياخد فلوس زيه أو عاوز يحقق شهرة؟ فعلى حسب هو بياخده ليه أو بيعمله ليه. فلنفترض اللي هو عجبه، يعني المحتوى عجبه وعاوز يطبقه مثلا في البيت أو على شخصه، فيجي يكحلها بنقول كده يعميها. فاحنا عاوزين نمسك العصايه من النص، حاجه حلوه استفيد منها لانه بيخرج عن الهدف الاساسي. فهو يبقى ليه هدف وليه نيه، هو بيعمل الترند اللي ده ليه او بيعمل بيقلد ليه. فهو لو وصل للمغزى الحقيقي هو برضو يعني بينجح. هو في الغالب، بس المشكلة ان كل اللي بيركب الترند هو عاوز فلوس وعاوز نسبة مشاهدة، عاوز عدد لايكات. فهو يعني موعودين بقى، في حد بتجي معاه وحد لا. صح. معانا الحاجة سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. انا عايزه بس الدكتور يوسف اكلمه، لان الدكتور يسري ده غالي علينا جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيك يا حاج. انا ست مريضه بقالي 5 سنين، عندي كانسر. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. حياه حضرتك النبي، نبي بعيلي كده الاولاد، خمس سنين تعبانه. حاضر يا تدعيلي وما تنسانيش في صيام الليل. حاضر يا حاجة سارة.
حاضر يا فندم. هي مريضة وعايزة حضرتك تدعي لها، بس استأذن فضيلتك دكتور يسري نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضرتكم.
برحب بحضراتكم مره تانية ومعانا الاستاذه صفا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ يسري؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. انا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. هل صله التعاون داخل البيت على طاعه ربنا سبب من اسباب حب الترند والشهره وكيفيه التخطي منها؟ حاضر. التعاون على طاعه ربنا في البيت. اه حاضر، شكرا ليك يا فندم. طيب نروح للحاجة سارة الأول يا دكتور يسري. هي عيانة جدا وقاعدة وعندها مرض بقاله تقريبا 5 أو 6 سنين وطلبة من فضلتك تدعيلها، فاحنا استأذنك ندعيلها على الهوى وتدعيلها برضو في قيام الليل زي ما وصت فضلتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها بمعافاتك. اللهم خفف عنها الألم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفاء لها من كل داء. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، بقدرتك على كل شيء اشفها من كل شيء، واشف مرضانا ومرضى العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وعايز أقول للحاجة سارة اصبري واحتسبي ولك الأجر والثواب. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في أهله وفي بناته وفي أولاده وفي نفسه، ومرض صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الدنيا كيف يكون الصبر. في ميزان حسناتها إن شاء الله. طيب صفا، التعاون على طاعة ربنا في البيت ده ثوابه ايه او جزاؤه ايه يا دكتور؟ طبعا ربنا امرنا ان نتعاون فيما بيننا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعاون بين الزوج والزوجه، بين الزوج والاولاد، بين الاولاد والام، ان احنا نبقى متعاطفين متضامنين متكاتفين. في وقت الصلاة نتجمع ونصلي مع بعضنا في البيت، نخلي البيوت قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هو إيه سبب التفكك الأسري في كثير من البيوت؟ إن البيوت بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، والأسر غير متماسكة. يعني دلوقتي نقول مثلا اليتيم اللي مات أبوه أو ماتت أمه، لا، أنا من وجهة نظري اليتيم في 24 اللي أمه وأبوه موجودين، لكن الأب مشغول والأم مشغولة. ليس اليتيم الذي مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. تعاون داخل البيت من البنت مع أمها، من الزوج مع زوجته، ده من الأشياء التي تؤدي بالإنسان إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. دكتورة نهى، هوس الترند مرة تانية أوقات بيخلينا نفتعل مشكلة، يعني نبتكر مشكلة، نخلق مشكلة من اللا وجود اللي هو الفراغ كده، عشان أركب الترند وعشان الناس برضو تتعاطف معايا، وعشان الهدفين الأساسيين اللي حضرتك قلتيهم في بداية الحلقة، المال والشهرة وإن الناس تعرفني وتتعاطف معايا. ده سببه إيه؟ احنا قلنا الجوع العاطفي، واللي هو عايز ان هو الناس تتعاطف معاه عشان خاطر الاطراء والتواصل اللي هو مفتقده الطبيعي في حياته. ولكن هم كمان بيفتعلوا مشكله اللي هو بيتقدم محتوى يومي او روتين يومي زي ما كنا بنقول، مش حقيقي، عشان ايه؟ عشان الترند. فيبدا اصل هي الناس دي لما بتركب الترند بيبقى بعد كده وراها مؤسسات بتصنعها. يعني ايه؟ هو علشان خاطر يفضل على طول ترند ويفضل على طول متواجد على الساحه، فبيبقى فيه سبونسر ليه، فبيقعدوا يعملوا مع بعض سيناريو، فالناس بتتفرج عليهم ليه؟ عشان خاطر يقول ايه؟ كاننا بنتفرج على مسلسل بس واقعي. هو الحقيقه مش المسلسل بيبقى له مؤلف وحبكه دراميه وبيبقى فيه حكمه في الاخر من حتى العمل الدرامي، ولكن الشكل اللي هم بيشوفوه على السوشيال ميديا، الروتين اليومي اللي هم بيشوفوه ده، هو برضو بيبقى فيه مواقف مفتعله من اجل الترند، فحتى ما بيبقاش فيها الحبكه الدراميه بتاعت المؤلفين
في الدراما، فبتلاقي ايه، بتحس ان انت مش مقتنعه بالحدث كله، ولكن هم بيفتعلوا يعني مشكلات او ازمات عشان خاطر يفضلوا محافظين على الايه نسبه المشاهده. نسبه المشاهده واللايك وما شابه. ده ليه تأثير سلبي على الناس اللي بتتفرج، لأنها بتشوف بتنبهر بالشكل ده. أوقات هم بيكونوا بيظهروا بشكل فيه استهلاك بزخي، نمط استهلاكي بزخي، فالناس تقعد بقى اللي هي بتشوف بتشاهد الحاجات دي، طب انا فين نصيبي من السعاده اللي الناس بتشوفها دي، او الفيلا اللي عايشين فيها، او العربيه مثلا اللي راكبين فيها، يجيبوا كميات اكل مهوله فكل واحد لازم يخلص، او انواع غاليه جدا جدا، فالناس تحس فعلا في طبقيه في المشاهده، دون المراعاه لمشاعر اللي مش قادر يجيب الاكل ده طبعا، يعني ما بيراعوش مشاعره، فالناس بتبدا تتفرج عليها بيعمل لها اكتئاب. يعني بالمناسبه منظمه الصحه العالميه ادرجت برنامج الانستجرام من اكتر البرامج اللي بتسبب اكتئاب. 63% تقريبا من الناس اللي بتتابع الانستجرام بتصاب بالاكتئاب. ليه؟ دي نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا، لان البرنامج نفسه طول النهار عليه صور، في الغالب الناس بتحط صور ايه، صور فرح، صور عيد ميلاد، صور خروجات وفسح واماكن اماكن الغير مش قادر يخرج فيها، ولازم بقى يوثق كل خروجه بالصور اللي بيعرضها على الانستجرام، وبتبقى هي زي ايه، اي دي بالنسبه له. فالغير اللي بيشوفها بيصاب باحباط واكتئاب لانه مش قادر يعيش الحياه دي. فلازم نلتفت لمراعاه المشاعر الناس، كمان المشاكل اللي مفتعله دي اذا هي لها اثر سلبي برضو بناخد بالنا ان هي بتاثر على المشاهدين ازاي. نعم، معانا شيماء على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ يعني والله العظيم انا بشكر حضراتكم اللي بتقدموه. شكرا ليك يا شيماء. نربي اولادنا ونشوف يعني ازاي نصلح منيهم. صح. طب انت اولادي الصغيرين على طول بيجلدوا في الترندات ومش عارفه بصراحه اتصرف معاهم ازاي، وكنت عايزه الشيخ يدعي لهم بصلاح الحال. يا رب. حاضر يا شيماء، عينينا. طيب حضراتكم خالص بصراحه. حاضر. طب احنا نعرف حالا بقى احنا ازاي نتصرف مع اولادنا اللي ليل ونهار ماسكين التليفون وبيشوفوا المحتوى ده، سواء بقى محتوى مفيد او مش مفيد، هو عيل صغير مش هيعرف يفرق، وهو بيقلد تقليد اعمى، وعينه بتبص، فيبدا كمان يتخانق مع باباه ومامته، فتبدا تحصل مشاكل كتير في البيت، تبدا تحصل عدم رضا. فهي كأم تتصرف ازاي؟ مبدئيا البرامج بتاعت السوشيال ميديا اتصممت بشكل ادماني عشان تدمن. يعني لما ضافوا اللايك سنه 2009 على برنامج الفيسبوك، وبيبدا بعد كده الناس لما بتدخل تقديره وقيمته من كم اللايك اللي بينزل على البوست بتاعه، فيعمل ايه، خلق عند الناس ايه، حاجه اسمها العاده، يمسك الموبايل عايز اول ما يقوم من النوم يفتحه عشان يشوف لما نزل بوست امبارح بالليل جاله كام لايك، ويقوم من وسط النوم بيفتحه اول ما بيصحى قبل ما بينام طول النهار، خلق عند الناس حاجه اسمها عاده مسك التليفون. كذلك الالعاب اللي هي الجيمز اللي هي ايه بيجي لها، بتشتغل بنظام المكافاه، تيجي كره ملغمه. أيوة. تنزل كل الايه بونص طول الوقت، بونص طول الوقت، فالمخ اساسا بيحب ده فبيدمنه. فالام تتعامل مع اولادها كانهم بتعالجهم من ادمان، ما تستسهلش، ولازم تبقى هي قدوه. يعني في الغالب الام بتقول لهم سيبوا الموبايل وهي ماسكاه وهي قاعده عليه، او الاب ماسك الموبايل، او يعني فهم لازم تبقى ليهم بالنسبه لهم قدوه، وتبقى عارفه انها بتتعامل مع ملف فعلا الاولاد بيتعافوا من حاجه ادمان، فتعمل ايه؟ تشوف لهم بديل، بديل في هوايه محببه، في رياضه ممكن يمارسوها، في 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 بديل تقدر تاخده من السوشيال ميديا اللي هو ادمنها. هو البديل لازم يكون بديل قوي، لان الارتباط الذهني والارتباط الجسدي بالاله الصغننه دي بقى زي ما حضرتك قلت كده هو مخصصه عشان نرتبط بيه، فهو لا، حاجه سهله، حاجه بتشبع رغباته، في جيمز، في فيديوهات، في كل حاجه حواليه، فليه يقوم ويتعب؟ وعلى مستوى كيمياء المخ بيفرز كمية دوبامين في نظام المكافأة اللي هي اللعب اللي بتتصمم بشكل إدماني ده، بيفرز كمية دوبامين بتخليه سعيد، فبيدور دايما على السعادة. صح. مع الموبايل، يتوحد مع الشاشات ومش عايز بقى يخرج يمارس الأنشطة الاجتماعية العادية. طب هو في بديل قوي دلوقتي غير الموبايل يا دكتور؟ لو حبيت أسأل حضرتك السؤال الغريب. بديل قوي ياخده من الموبايل. الرياضه والهوايات تكتشفها، في حد هوايته، المشكله ان احنا ايه بناخده عشان انا بحب السباحه عايزه يتعلم سباحه، لا هو يكتشف هو بيحب ايه،
اللعبة اللي هو بيحبها وإيه اللي هو ميال ليها، ويخليه يمارس أكتر من لعبة لغاية ما يلاقي هوايته أو ضالته. ممكن يكون بيحب الرسم برضو، ما يبعدوش عن الحياة الدينية والحياة الروحانية، إن هو يبقى في ليه ورد يومي، في قرآن، نصلي جماعة مع بعض. الأولاد بتحب دايما المشاركة، وإحنا اتخلقنا اجتماعيين بطبعنا. فلما الأب بيصلي والولاد وراه وبعدين يعملوا مشاركة اجتماعية كده مع بعض، زي ما حضرتك قلتي كده، إيه في بعض البرامج أو بعض الترند بيجيبوا أسر ويعملوا مسابقة دينية ومع البالونات اللي بيخسر بالبالونة، فدي أيوة بالبالونة فيها مية على اللي بيخسر. فالتفاعلات الاجتماعية دي تاخده بقى من الموبايل بالتدريج. طيب الرضا بقى، يعني انا في بيتي انا عايزه اخلق الرضا، خلاص بعض الترندات عملت حاله من عدم الرضا دكتور يسر في البيوت المصريه او في يعني بعض البيوت المصريه. الاولاد بقوا بيبصوا احنا ليه كمان ما بنسافرش كده، احنا ليه مش عندنا كذا، احنا ليه شكل بيتنا كذا، وممكن يكون البيت زي الفل وبياكلوا احسن اكل ويلبسوا احسن لبس، بس العين شافت حاجه هي مش عندهم. فأنا أربي أولادي إزاي مهما حتى شافوا، حتى لو أنا مش عارفة أسيطر على فكرة الترند أو الموبايل أو اللي أنا أبص للحياة التانية بتاعت الناس التانية. هو دايما العين تشتهي ما ترى. الإنسان الحاجة اللي بيشوفها عايز تبقى عنده. فالإسلام علمنا إيه؟ لما أنا أشوف حاجة مش بتاعتي أقول اللهم زده وأعطني، اللهم بارك له فيما أعطيته وأعطني، يقوم ربنا إيه يعطيني أنا كمان. لكن لازم نربي أولادنا على الرضا. أيوة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. خدي بال حضرتك، مش كل الرزق مال، مش كل الرزق مال، في رزق في الصحة طبعا. في رزق في الأسرة تبقى متماسكة، في رزق في إن الإنسان عنده أريحية، في رزق إن الإنسان بيحط دماغه على المخدة بينام صح. في ناس تانية معاه الأموال كلها وما عندوش راحة نفسية، ما يقدرش ينام إلا بالمهدئات بالعقاقير. فربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا كده في الأمثلة البلدي، خلق الطينة وعارف العجينة، هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أعلم ولادي دايما إن في ناس أقل منه، في ناس محتاجة للنعمة اللي انت فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم. أعلم ابني إن النعمة بتحتاج مننا شكر، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وصنها بشكر الإله، فرب العباد سريع النقم. ودايما أنا عايز أوصي نفسي وكل المشاهدين اللي بيسمعوني الآن، أدعوا لأولادكم مهما أتينا من قوة، ومهما أتينا من علم، ومهما أتينا من استعدادات، لن نربي أولادنا إلا بالدعاء. أدعو ليه بقى؟ دعوة جميلة قوي. يعني إيه؟ هعلم السادة المشاهدين أربع دعوات. فضل. اللهم رب لنا أولادنا، واجعلهم قرة أعين لنا، ولا تقطع القرآن من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا في أولادنا. أقول تاني. واحد، اللهم رب لنا أولادنا، واجعلهم قرة أعين لنا. اثنين. ثلاثة، اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا. أربعة، واجعله ميراثا لنا في أولادنا. ربي ابنك على القرآن وما تخافش عليه. صح. القرآن هيحفظه إن شاء الله. يا رب يا رب. معانا لبنى. أيوة. أهلا وسهلا. معايا بنتي، أنا معايا بنتي ما تسمعنيش. معايا ازاي؟ يعني حضرتك؟ يعني ما بتسمعش كلامك؟ اهي عندها سنها 14 سنة وطوالي قاعدة قدام التلفزيون، تعالي اعملي معايا دي اعملي دي، تقول لي ماشي ماشي وهيك، وهتكلم يعني مرت عنها واسلوبها يعني مش بحلو، نقولها ما تنتوريش، تكلم زين، تكلم كويس ونفهم فيها ونوري فيها. ما سمعنيش شيء، ما عرفش يعني اتصرف معها ازاي. حاضر. ومعايا ابني عايزه يسمعني، انا ابوه متوفي يعني ربنا يرحمه يا رب. طب والولد عنده كم سنه؟ عنده 15 يعني في اولى تجاره. انت فتره مراهقه بس، فاكيد هتلاقي صعوبه شويه يا لبنى. حاضر. يعني هنخلي يعني حاولي ترددي الدعاء اللي الدكتور يسري قاله،
والدكتورة هتقول لك تتعاملي ازاي مع حالة الولاد. كم سنة البنت؟ 14 سنة و15 سنة. البنت 14 ولد 15. حاضر. طيب فترة المراهقة تقريبا من أصعب الفترات اللي بيمر بيها البيت كله، يعني الأب والأم والأولاد كمان، تغير هرمونات، عاوز يثبت نفسه، عاوز يقول أنا هنا ككائن مستقل ليا تفكير، ممكن أقول لأ على حاجة صح بس عشان أثبت نفسي وأقول اللي أنا هنا. أنا أتعامل مع الأطفال، مش أطفال بقى، الأولاد في المرحلة دي إزاي؟ هي ما شاء الله عندها بنت 14 سنة ما بتسمعش كلامها خالص طول الوقت قاعدة قدام التلفزيون، والولد نفس الحكاية. هو ده بيبقى له اساس من الطفوله برضو، ان هو ايه، وهي صغيره كان الطفل بيسمع الكلام، لو الكلام بياخده اوامر من الاب والام، فلما بيكبر لازم هيتمرد وقت المراهقه اللي هو كنت بسمعه زمان عشان كنت صغير كده والاب والام اطول مني بكتير وخايف، فبضطر اسمع الكلام عشان كنت باخد اوامر، فايه الطفل يبقى مطيع قوي صحيح في وقت الطفوله، ولكن بصطدم بيه وقت المراهقه. فده بيبقى عايز بيز من الاول ان هي ايه اكتر حاجه بتخلي الدنيا سهله في سن المراهقه، حب المربى نفسه، وان هو يبقى خايف على زعله وخايف على مشاعره. إيه لما انا بفتقد ده في الطفوله بصطدم بيه في المراهقه، فهو ده هيبقى متاخر شويه، ولكن ممكن نقول لها اعطاء الخيارات وليس تحديد المسارات. يعني هتعملي الاطباق في المطبخ مثلا ولا هتفرشي السرير بتاعك، هتعملي كذا ولا تعملي كذا، اعطاء الخيارات شويه بيديها يعني ايه احساس بان هي صاحبه قرار وان هي صاحبه سلطه. فهي لو بتعند او متمرده ممكن ده، ولكن يا ريت يا ريت نبدا دايما بسن مبكر، ان انا بعطي له الخيارات من سن مبكر. طب خلاص اللي حصل حصل يا دكتور. يعني انا تمام. هي عايزه دلوقتي، يعني هي دلوقتي شايله المسؤوليه كلها، هي الاب والام لان باباهم توفي، فعاوزين اسوأ ما يقدمه الاب والام للمراهق هي النصيحه، مش هيسمعوا. فاعمل ايه؟ اصاحبه، فعن طريق المصاحبة بقى ان هي تبدأ، بقول لحضرتك تديها خيارات، تبدأ تحمل الولد المسؤولية، انت الراجل اللي معانا في البيت، انت اللي هتعمل كذا، طب انت عليك كذا واختك عليها كذا وانا عليا كذا، تقسم المسؤوليات والأدوار حتى يخليهم يقدروا ان هم يشيلوا المسؤولية بعد كده، تديها مساحة من الاختيار. يعني هي تصاحب البنت والولد، يعني البنت مثلا تخليها معاها في المطبخ، تفتحها، ده احلى مكان في الدنيا المطبخ، الحكاوي فيه يعني ما بتخلص، فهي تبدأ معاها الكلام مثلا، مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نعمل حوار. يعني ايه تقولي للام اقعدي اتكلمي مع بنتك، تقول لك انا بتكلم معايا، وبنقعد نفتح حوار طويل. ايوه بتقولي ايه الكونتاكت بقى المحتوى، تقول لك ايه بعرف راحت فين وجت، لا سيادتي ده اسمها اخبار. دي اسمها اخبار، لكن الحوار يعني ايه نفتح موضوع ونقعد نتناقش فيه. انت ايه رايك وانا ايه رايي، ده بيعمل بيقرب المسافات وبيعمل مصاحبه بين الام وولادها. ولكن طول الوقت اوامر وكاني قاعده في محاضره، بدي محاضره وبدي فيها اوامر وخطوات، في الغالب محدش يسمع. ده مش حوار. طب سريعا دكتور يسري، اتعامل ازاي مع اولادي فتره المراهقه واصاحبهم واخليهم كده قريبين مني وما ينحرفوش عن المسار؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في هذا الامر، قال علموا اولادكم سبع وادبوهم سبع وصاحبوهم سبع. يعني اول سبع سنوات تعليم، السبعة الثانية لغاية 14 سنة ده تأديب، بعد ال 14 صاحبه. الأم زي ما الدكتورة تفضلت صاحب بنتك، يبقى بينك وبينها حوار. الأب صاحب ابنك، تكلم معاه إن أنت صاحبه، خلي الولد يفضفض معاك يتكلم معاك، ما يبقاش ندية في البيت. وبرضو ممكن نستعمل معاهم موضوع الإثابة، لو عملت كذا هجيب لك كذا، مكافأة، في إثابة مكافأة. كده ان شاء الله. وبعد الدعاء، اهم حاجه الدعاء، الدعاء احنا هنلتزم بالدعاء اللي حضرتك قلته في الحلقه، وان شاء الله نلاقي اثره على اولادنا وبيتنا. انا بشكر فضيلتك، شكرا جزيلا لفضيله الدكتور لحضرتك والدكتوره، وربنا يبارك فيكم. شكرا, شكرا. وبشكر بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتوره نهى، حضرتك شرفتينا ونورتينا. في طلب يعني جماهيري يا دكتور، حضرتك تعيد الدعاء مره تانية للاولاد. حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا، اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا في أولادنا، اللهم اجبر بخاطرنا في أولادنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا
وجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك يا ربنا بكل من توعد بأولادنا، اللهم لا تسلط عليهم أحدا من خلقك، اشرح صدورهم ويسر أمورهم وأعنا وإياهم على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا وأدم علينا الأمن والأمان، وجعلنا في أمانك وضمانك ورعايتك وعنايتك وكلاءتك وكفالتك. آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا فضلك. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير بإذن الله.